وإلى ملفنا الثاني في هذه الحلقة إلى تونس، حيث كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن الوقت حان لمراجعة الشرعية في البلاد، في إشارة إلى النظام السياسي القائم. أضاف الرئيس التونسي في إشارة إلى اختياره مختلف إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية بأنه يحترم الشرعية، لكنه آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية على حد قوله. وكان سعيد قد تلقى على مدار الأسبوع الماضي مقترحات الكتل البرلمانية التي ضمت مرشحين عدة لتولي منصب رئيس الحكومة، من بينهم شخصيات حزبية واقتصادية، إضافة إلى وزراء في الحكومة التونسية الحالية. المزيد عن رئيس الحكومة المكلف في هذا الانفوجراف نتابع. ولد هشام المشيشي في يناير عام 1974، حصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس، نال درجة الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ بفرنسا، تخرج عام 2007 من كلية العلوم السياسية بتونس، شغل منصب مدير ديوان لوزير النقل عام 2014، شغل منصب مدير ديوان على التوالي في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، تولى منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مكلفا بالشؤون القانونية، شغل منصب رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، عين في منصب مدير الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، عمل خبيرا مدققا باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، عين في فبراير عام 2020 وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ. في 25 من يوليو عام 2020 اختاره الرئيس قيس سعيد لمنصب رئيس الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ. أرحب بضيوفي معي عبر الأقمار الصناعية السيد صلاح الدين الجورشي الكاتب والإعلامي التونسي، أهلا بك معنا. سيد صلاح أهلا بك معنا. طيب حتى ينضم إلينا السيد صلاح، أرحب بضيفي عبر الهاتف أيضا السيد رضا الزغمي النائب في البرلمان التونسي عن التيار الديمقراطي، أهلا بك معنا سيد رضا. سيد رضا، طيب حتى يكون الضيوف معنا، في الحقيقة انتقادات كثيرة وجهت للرئيس التونسي قيس سعيد بعد هذا الاختيار المفاجئ لوزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، الرجل طرحت عليه أسماء وقدمت له العديد من المقترحات من وزراء في الحكومة الحالية من بعض الشخصيات الحزبية والسياسية، ولكن سعيد اختار وزير الداخلية السابق. هناك بعض الإهراسات لعلاقة متوترة بين سعيد وبين البرلمان التونسي من جهة، وبين سعيد وبين حركة النهضة من جهة أخرى. هناك بعض الأحاديث أيضا عن خيبة أمل كبيرة في الرئيس التونسي بعد هذا الاختيار وبعد تصريحاته الأخيرة. قيس سعيد منذ يومين تحدث عن قنابل قانونية سيتم استخدامها في الوقت المناسب، ولم يفصح عن ماهية هذه القنابل القانونية من وجهة نظره. الرجل الآن يتحدث أيضا عن احترامه للشرعية، ولكن انتقادات للنظام الدستوري القائم. البعض كتب أن سعيد يقرأ الدستور ولا يقرأ السياسة، الرجل يستخدم صلاحيات له في الدستور ولكنه لا يتعامل مع السياسة كما يجب أن يتم التعامل معها به. كيف ستكون ردود الفعل من حركة النهضة التونسية، من الأحزاب السياسية التونسية؟ أنقل هذه الأسئلة إلى ضيفي مرة أخرى الذي انضم إلي عبر الأقمار الصناعية السيد صلاح الدين الجورشي الكاتب والإعلامي التونسي، أهلا بك معنا سيد صلاح. أهلا وسهلا، مرحبا. اختيار مفاجئ لك؟ يعني خيار مفاجئ ليس لي فقط، ولكن لمعظم مكونات الطبقة السياسية، لأن هذا الاسم، اسم وزير الداخلية، لم يكن واردا في أي قائمة، لم يقترحه أي طرف من الأطراف الحزبية داخل البرلمان، ولذلك كان مفاجئا. لكن الذي يعرف طبيعة وتكوين رئيس الجمهورية
يدرك بأنه حريص باستمرار على أن يراهن على الأشخاص القريبين منه والذين يطمئن إليهم والذين يثق فيهم وفي مساراتهم. ولذلك تم هذا الاختيار بناء على هذه الرغبة الشخصية وعلى المقاييس التي يستند عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في التعامل مع رئيس الحكومة. الأمر الثاني اللي هو ملفت للنظر هو أن الأحزاب التي كانت تتابع إلى آخر لحظة ما يسمى ببورصة الأسماء فوجئت بوزير الداخلية، ولكنها في الآن نفسه انقسمت فيما بينها. يعني جزء من هذه الأحزاب اعتبر بأن الرجل يتميز بخصائص يمكن أن تجعل منه رئيس حكومة ناجح، ولكن جزء آخر من الأحزاب السياسية اعتبر بأن رجل بعيد جدا عن المقاييس المطلوبة، باعتبار أن الأزمة الهيكلية والرئيسية الآن في تونس هي أزمة اقتصادية واجتماعية. طيب سيد ولذلك صلاح، عدد نعم يعني هناك نقطة أخرى في الحقيقة، كيف يمكن رئيس حكومة أن ينجح دون ظهير سياسي أو حزبي يدعمه في اتخاذ قراراته؟ يعني إلياس الفخفاخ فشل أيضا يعني لأسباب أخرى، ولكن وزير الداخلية أو رئيس الحكومة الحالي ليس له ظهير إلا الرئيس قيس سعيد على ما يبدو. نعم، ولكن الآن العديد من الأحزاب عبروا عن مساندتهم الصريحة لسيد المشيشي، من بين هذه الأحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وهناك أطراف أخرى حزبية تفكر. حتى قلب تونس عبر أحد أعضائه الرئيسيين على أن الحزب قلب تونس ليس له أي إشكال مع رئيس الحكومة الجديد المعين، وقالوا بأنهم يمكن أن يتفاعلوا بشكل إيجابي معه. إذن إلى حد الآن هناك تفاعلات مستمرة تتجه في الغالب نحو اعتبار أن هذا الاختيار ليس سيئا ويمكن التعامل معه بشكل إيجابي. طيب الرئيس قيس سعيد على ما يبدو أن هناك أزمة بينه وبين البرلمان، أو إن شئت قل أزمة بينه وبين حركة النهضة، هل اختيار وزير الداخلية كرئيس للحكومة هو استمرار وتعميق لهذه الأزمة؟ أنا في رأيي أن بالفعل هناك أزمة مفتوحة بين رئيس الجمهورية وبين حركة النهضة. هذه الأزمة الآن تتصاعد تتسع، رغم أن حركة النهضة تحاول أن تكون حذرة في علاقتها بالرئيس، ويبدو بأن هذا التعيين يمكن أن يشكل عقبة جديدة لإحداث التقارب بين الطرفين. ولكن حركة النهضة ستحاول من خلال التنسيق مع عدد من حلفائها، ومن بين هؤلاء الحلفاء حزب قلب تونس، تسعى إلى تنسيق المواقف حتى لا تجد نفسها حركة النهضة معزولة داخل الساحة السياسية وبين الأحزاب. وبما أن حتى إلى حد هذه اللحظة لم يصدر موقف واضح وصريح ونهائي من حركة نهضة، فإن النقاش ما زال مستمرا حول كيفية التعامل مع هذا الحدث الجديد ومحاولة امتصاصه وعدم ترك هذا التعيين ينعكس من جديد لخلق فجوة من جهة بين حركة النهضة والرئيس، وكذلك بين حركة النهضة ورئيس الحكومة الجديد. هناك من يرى أن الرئيس قيس سعيد يستعمل صلاحياته الدستورية، الرجل يقرأ الدستور ولكنه لا يقرأ السياسة، كيف تعلق؟ يعني نحن نعلم جميعا بأن قيس سعيد ليس له تاريخ سياسي، ولكنه رجل جامعي محترم في مجال القانون الدستوري، ومنذ أن تولى رئاسة الجمهورية وتقريبا كل تدخلاته دائما يقع تعتمد على زاوية المختص في القانون الدستوري، لكنه شيئا فشيئا بدأ يتعلم السياسة من باب كيف يتعامل مع حلفائه وكيف يتعامل مع خصومه. المشكلة الرئيسية أن قيس سعيد لا يؤمن أصلا بالنظام الديمقراطي التمثيلي. قيس سعيد مصر على إحداث تغيير جوهري في النظام السياسي. قيس سعيد يؤمن بالنظام الرئاسي، ولذلك سيسعى إلى إعادة بناء النظام السياسي التونسي حتى يصبح رئاسيا في المرحلة القادمة.
وكان يفترض بأن هذا يكون مجال نقاش مفتوح بينه وبين الأحزاب والنخبة والطبقة السياسية عموما، لكنه يبدو بأنه بتعيينه هذا رئيس الحكومة الجديد دون اللجوء إلى مقترحات الأحزاب السياسية، ماذا فعل؟ فعل انتقل بالنظام السياسي فجعل منه نظاما رئاسيا، رغم أن النظام السياسي القائم ما زال برلمانيا معدلا. شكرا جزيلا لك صلاح الدين الجورشي، الكاتب والإعلامي التونسي، كنت ضيفي عبر الأقمار الصناعية. وحلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تابعونا.